فين التقرير بتاع قضية سرقة صاحب الكاميرية؟ فهم سيادتك يا فندم. هي دي؟ أيوة. وصلت لإيه؟ حقيقة يا فندم ما وصلناش لأي حاجة لحد دلوقتي. فترة المراقبة انتهت. في نفس الوقت ما وصلناش لأي دليل أو أي خيط يدلنا ضدهم يا فندم. في نفس الوقت أنا قابلت واحد فيهم وجهت له رسالة تحذيرية. معلش بس بطني وجعاني عندي تلبك معوي عشان لسه ضارب سندوتش كبده قبل ما اجي. هجيب لك نعناع. لا تشوف سيادتك. ايوه يا ابني هات لي نعناع. سكر تجيل. سكر تجيل. ايه في ايه؟ من ساعه ما جيت معايا وقلنا ان احنا رايحين الاسم وانت مش على بعضك. ايه ما دخلتش اسم قبل كده خالد ولا ايه؟ وبعدين عامل لي سبعه رجاله في بعض في النادي مش فاهمك. بالعكس انا بحب الاجسام جدا. بس كل الحكايه اللي ما بحبش الاماكن الحكوميه المقفوله. يعني انت خلص مصلحتك ونطير نروح نقعد على كافي شوب بنهنكر. اي حاجه انت شايفها سيادتك. حاضر يا خالد. مسافه ما تشرب المشروب بتاعك. طب ليه تعمل كده؟ ليه تكشف نفسك ليهم؟ يا فندم من الواضح ان العيال دي عارفين كويس جدا ان هم تحت المراقبه. وانا حبيت اوجه لهم رساله تحذيريه وفي نفس الوقت فتحت سكه للتحقيق معاهم يا فندم. التحقيق بتهم ايه؟ طالما انتهت فترة المراقبة من غير ما توصل لأي دليل يبقى يحفظ التحقيق في هذه القضية. بس أنا من رأيي يا فندم إن احنا لازم نستمر. شريف اسمعني كويس، احنا عندنا قضايا مهمة هركز فيها أحسن. اتفضل. تحت أمرك يا فندم. يا جماعة مش كفاية إن احنا نستخدم الفيسبوك بس عشان نكتب فيه أوجاعنا والحاجات اللي مضايقانا وخلاص، ولا نقعد نشتكي ونقول ده مضايقنا وده مضايقنا من غير حتى ما نحاول نغيره. يوم 25 يناير لازم كلنا ننزل، جات الفرصة عشان نطالب بالتغيير. ايه الكلام الوردي اللي بتقول ده؟ انت فاكرة ان في حاجة اصلا هتتغير؟ يا اخي ما نحاول يا اخي. يا عم هتشوف. جات الفرصة عشان نطالب بالتغيير وكلنا نقول كلمتنا. فرصة ايه بس؟ دي مظاهرة زي اي مظاهرة. لا يا جماعة ما اظنش. انا احساسي بيقول ان في شيء خطير هيحصل في البلد، بس ربنا يعدي اليوم ده على خير. على كده بقى لازم نستعد لليوم ده من النهاردة. مش لازم نستعد لأي استعداد عادي، لا لازم نحاول نقنع أكبر عدد ممكن ينزل معانا المظاهرات دي. أنا كنت عايزك يعني في موضوع كل ما أجي أتكلم معاك فيه القلب بيترعش وما بقدرش أنطق. إيه هو؟ ما تقول. خايف يعني لا تكسفيني؟ لا 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 مش هكسفك. قول قول. أقول بجد؟ أيوه قول بجد بقى. كنت عايزك تتوسطي لي عند سامي يعني عشان توافق إنها تتجوزني. بس ده ما أنت عندك دم أنت؟ لا بس عندي شك. البنت كرفتك بدل المره مليون وانت مفيش فايده برضه عايز ترتبط بيها، ما عندكش اي دم. وعايزني ايه؟ انا اللي اتوسط لك يا لوح. يا بنت ما عنديش اخ كبير. اخ كبير؟ اخ كبير؟ هو انا ايه؟ مفيش؟ انت ابيض؟ مش شايف خالص يعني؟ ما انا ابني بنت زي كل البنات. قال اخ قال. انسى بنت ارجل مني. صح معاك حق انا ارجل منك. والمفروض بقى اوريك المرجله اللي على حق. امشي يالا من هنا يالا. مخبوره صح علي ان عمام مدعي علي اللي هيتجوزك. فيش والله لو عملت اللي. شكرا. اقفل اقفل. ماشي يا عم الجنزير راجل هنا. كتير اهو. عشان بقاش ليكي حجه بقى. اقول لك ما تروحيش الكباري تاني انت بتسمعي الكلام. وانا اروح ليه طالما في فلوس؟ بس انا بزهق من قعده البيت. خلاص يا حبيبتي تعالي نخرج. تعالي نروح ديسكو نروح كباري. لا بلاش موضوع الكباري ده. نروح بابا. يا اخويا الليل مقدور عليه. انا بزهق من النهار. النهار اللي انا ما اعرفوش لما بتسيبني وتروح الجامعه. طب عايزين اعمل لك ايه يعني؟ خدني معاك. اخدك معايا فين؟ في الجامعه. تاني؟ مش كفايه كنت تفضحينا المره اللي فاتت؟ ليه يا اخويا؟ جربه ولا جربه؟
ده انت تتشرف بيا في ايها مطرح. خلاص يا ستي هاخدك معايا، بس بلاش موضوع اكتسادي وعلوم سياسيه اللي انت بتقوليها دي. لو زنقت معاكي قوي بقولي اداب. لا اداب لا، نمشيها الدب. انا قلت لهيفا لا يمكن واحده في مصر كلها تاخد مكانك يا هيفا الا العسل بتاع ياسمين الحلوه. يخرب بيت عقلك، انت قلت لها كده؟ دي زمانها ولعت. اوف كورس قلت لها طبعا الكلام ده، لدرجه انا حسيت ان وشها ده جاب كل الالوان، وحسيت كمان ان الدخان طالع من ودانها زي افلام الكرتون. يخرب بيت عقلك، ده انت طلعت راجل مسخره. ويا ترى الحفله دي فين؟ في نادي الجزيره ان شاء الله. مين معانا؟ هو الحقيقه لسه ما استقرناش على الاسماء، بس معانا ان شاء الله مصطفى قمر، فرقه واما، وبنتين صغيرين كده عسل زي العسل الصغنن اللي قاعد معايا ده. يعني هتبقى حفله جامده موت على فكره وسخنه قوي. طبعا معقوله انا هجيبك في حاجه واقعه يا حبيبتي؟ ايه حبيبتي؟ حبيبتك. ها انا اخش حمام. بقول لك ايه، ما تنساش تسلم لنا على مدير مصلحة المجاري. مرسي يا حبيب قلبي. الله يخليك يا جميل انت.